هي المزيد من التشخيص والتحليل. ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي السيد أحمد فتحي، ومن الرياض الناشط السياسي والكاتب الصحفي السيد حسام عبد العزيز. تحية طيبة لضيفي الكريمين. لو نبدأ بداية من الرياض، سيد حسام مساء الخير. يعني كيف تقرأ ما حدث اليوم في القاهرة تحديدا؟ هل الأمور حسمت يعني برأيك؟ أقرأ الأحداث اليوم بأن الأمور بالفعل حسمت لصالح مؤيدي الرئيس مرسي، وليس العكس كما قد يتصور البعض. ما حدث اليوم هو اعتداء على حصان سلمي، كان الإعلام وكان معسكر الإنقلابيين يروج إلى أنه يعني بعض المئات وربما الآلاف. اليوم نتحدث عن آلاف القتلى، ربما 2600 قتيل وآلاف المصابين. الوضع في القاهرة وفي المحافظات انفجر بشكل واضح. نحن نبدأ ثورة جديدة ضد الفريق عبد الفتاح السيسي والرئيس المؤقت. طيب، يعني يبدو أن هناك بعض المشاكل في وصول الصوت. طيب، لو ننتقل إلى ضيفي من نيويورك سيد أحمد، تحية طيبة لك بداية. يعني ألم يكن بيد المؤسسة العسكرية برأيك أي خيار آخر غير ما أقدمت عليه اليوم لفض الاعتصامات أم ماذا؟ منذ الثالث من شهر يوليو، وهو تاريخ عزل محمد مرسي، لم تنقطع الوساطات والمبادرات والحلول المشرفة للإخوان المسلمين لإنهاء اعتصامهم. ولكن كان الموقف المتشدد والمتصلب الذي كان يقابل به أي مبادرة من جانب المجتمع الدولي، من جانب القوى الوطنية، هو الرفض التام. لم يكن لدى الإخوان المسلمين رسالة سوى نريد عودة مرسي بأي ثمن، ونحن هنا إلى أن نموت. ما حدث اليوم هو بكل شك يعني أي إراقة لدم أي إنسان وأي إنسان مصري هو بلا شك يعني أمر محزن ويؤثر في الجميع. ولكن بحساب يعني إذا تركنا الناحية العاطفية قليلا واتجهنا للتفكير فيها بأسلوب براغماتي بعض الشيء، نعم، أن يكون هناك تجمع به أكثر من 300,000 إلى نصف مليون شخص في محيط ربع العدوية، وكان يشاع أنهم مسلحون ومتمترسون خلف سواتر بنوها بتدمير ممتلكات عامة، وسواء ما كان معهم من مولوتوف وأسلحة آلية إلى آخره، ويسقط الضحايا فقط أقل من 200 شخص. أنا أعتبرها أن دي عملية نظيفة 100%، يعني كنسبة وتناسب من نص مليون لما يموت 200، يعني متهيألي هي طبعا وضع محزن، ولكن طيب هي أقل، طيب سيد أحمد، تكلفة ممكنة. طيب سيد أحمد، في ظل كل ما جرى شهدنا يعني كانت هناك أولى ردود الفعل من الساسة المصريين في الداخل، يعني محمد البرادعي قدم استقالته بعدما جرى من جرى في الساحات والميادين. سيد أحمد، يعني برأيك هل سوف نشهد لربما استقالات جديدة؟ وما معنى موقف البرادعي؟ بالنسبة للموقف، قبل ما أتكلم على موقف الدكتور محمد البرادعي، الموقف الشعبي العام وكل من يعني اتصلت به النهاء اليوم في مصر كان مؤيدا لفض الاعتصام بشكل شديد. الدكتور البرادعي يعني كرجل ذو خلفية وتدريب دبلوماسي، ربما أعصابه ومشاعره لا تتحمل هذه المواقف. هو يعني كان من علاماته المميزة عدم الحسم. لم نجد من الدكتور البرادعي موقف حاسم من أيام 2010 قبل ثورة 25 يناير إلى يومنا هذا. الدكتور البرادعي مع احترامنا الشديد ليه طبعا وتاريخه المهني، إلا أنه كان يتميز، مواقفه كانت تتميز بالميوعة وعدم الحاسم. والشعب المصري كان يريد أن يرى نهاية ويعود إلى ممارسة حياته الطبيعية. لم يكن يسمح الشعب المصري بأن يتم اختطافه من جماعة مهما كبر حجمها، وأن يتوقف جميع الأعمال ونظل في
في يعني في أسطورة الإخوان المسلمين وربعة والعالم تحرك ما مرحلة ما بعد مرسي. طيب. هم يريدون أن يصنعوا مأساة وملطمة حسينية يعني استعارة من الإخوة أتباع المذهب الشيعي ويريدون أن يصنعوا. طيب وصلت هذه النقطة. طيب يبدو أننا يعني أن ضيفي أيضا من الرياض قد عاد إلينا. سيد حسام مرحبا بك. بداية يعني ضيفي من نيويورك يقول بأنها كانت هناك فرصة فعلية أمام يعني الأحزاب الإسلامية أمام جماعة الإخوان المسلمين وكانت هناك دعوات كثيرة للدخول في حوار وترك الاعتصامات. طيب لماذا فعلا لم تذهب هذه الأحزاب المؤيدون لمرسي، لماذا لم يذهبوا إلى حوار في صالح خدمة شعبهم في يعني في نهاية المطاف؟ يا عزيزي أنا يعني أستغرب من هذا الكلام. صراحة نحن نتحدث عن اعتصام سلمي، وعندما نتحدث عن اعتصام سلمي أيا كانت مطالبه ومطالبه مشروعة بالطبع، مطالبه عودة الرئيس الشرعي المنتخب، ولكن أيا كانت مطالبه من الذي يتحدث في العالم عن فضل اعتصام سلمي بهذه الوحشية لدرجة استهداف الصحفيين الأجانب ولدرجة قتلهم رغم أن الرصاصات رصاصات قناصة وتستهدف الرأس؟ أي دقة أريد بها هؤلاء الصحفيين ليقتلوا لكي لا ينقلوا الحقيقة؟ الضيف يتحدث عن 200 قتيل ونحن نعلم أن 2600 قتيل على الأقل سقطوا في هذه الأحداث. أنت تستطيع أن تسرد وأن تحصي الأعداد بعدد المؤيدين الذين نزلوا بعد فضل اعتصام النهضة وفضل اعتصام ربع. الأعداد أعداد القتلى كثيرة والجثث متفحمة ونحن نتحدث عن 200 شخص. إذا قتل 200 شخص فهذا جميل وهذا كأننا هذا ليس جميلا سيد حسام، هذا ليس جميلا، لكن بأي حال من الأحوال المعتصمون كانوا على علم، يعني المؤسسة العسكرية الحكومة المؤقتة يعني لقد قامت بتوجيه إنذارات عديدة وكثيرة ودعوات لفتح حوار وإنذارات بفض هذا الاعتصام. يعني الاعتصام منذ أكثر من شهر كان قائما ولم ينتهي، يعني هل برأيك كان المعتصمون يريدون الاعتصام إلى ما لا نهاية؟ نعم كان المعتصمون يريدون الاعتصام إلى تحقيق مطالبهم. هم يطالبون بمطلب شرعي وأيا كان هذا المطلب مطلب سياسي. من الذي له الحق أن يتحدث عن فض اعتصام سلمي بالقوة ثم يقول لي لأنك لم تستجب إلى الحوار؟ إنها إملاءات، هو ليس حوارا. هل معنى أنني أقول أنني لن أقبل إلا بعودة الرئيس المنتخب فتقتلني وتقول لي الحمد لله 200 شخص؟ يعني العدد ليس كبير وكأننا نتفاجئ. يا أخي الفاضل، طيب لو نستمع إلى ضيفي من نيويورك. عفوا يا أستاذ خالد، تزييف هذه الحقائق. أنت تعني أو أنت يعني تهتم بمقتل الصحفيين الأجانب ولم تتحدث عن الإخوان إلا يعني في السياق، هل هذا يعقل؟ من هم الأهم؟ الصحفيين الأجانب الذي كان موجود في مكان يعني في الصحفي وأنا صحفي أيضا، يحدث لنا حوادث عند تغطية الأحداث وفي مناطق الحدث. النقطة الأخرى أن التحذيرات اللي تم توجيهها حتى آخر لحظة كان عن طريق مكبرات الصوت، يعني اخرجوا امشوا بسلام، عندنا اتوبيسات هتوصلكم المحافظات اللي انتوا جيتوا منها. لم يتم الاستجابة. هل الاعتصام هو الى ما لا نهاية؟ هل تعطيل مصالح الشعب دي لا يوجد لها ثمن؟ هل تعطيل ومضايقة سكان هذه المنطقة لا يوجد لها ثمن؟ الاخوان المسلمين ملزومين قانونيا بتعويض جميع سكان منطقة ربع العدوية عن المضايقات اللي تعرضوا ليها خلال هذه الفترة وتعريض حياتهم في الخطر. لم يكن الإخوان المسلمين دعاة سلام في يوم من الأيام. من كسر الشوارع وأقام بها المتاريس؟ هل هذا سلمية؟ من كان يحمل السلاح؟ من كانوا من الملسمين؟ هل الملسم اعتبره سلمي؟ انا لا اعرف من هو يكون، قد يكون غريبا، قد يكون ليس مصريا، قد يكون اي ما يكون. لقد تم التعامل مع فض هذا الاشتباك بجميع الطرق الاحترافيه كما يقول الكتاب في الدول الديمقراطيه. طيب سيد احمد، طيب ننتقل الى ضيفي من الرياض. يعني استمعت إلى ما قاله ضيفي السيد أحمد، يعني لو نعود إلى صوت المنطق، يعني فعلا
يعني ما هو الأهم بالنسبة لكم في الدرجة الأولى؟ هل هو عودة شخص معين إلى سدة الحكم أو إلى كرسي الحكم، أم المصلحة العامة لهذه الدولة، المصلحة العامة للشعب المصري؟ المصلحة العامة للشعب المصري يا سيدي ليست في عودة مرسي كشخص. مرسي لو عاد بمبادرة مثلا كرئيس شكلي فنحن نرفض مرسي شخصيا. نحن نتكلم عن رئيس منتخب له كافة الشرعية. نحن نزلنا هذه الانتخابات لكي نطلب أصواتنا، لا لكي تلقى أصواتنا في سلة القمامة. نحن نتحدث عن عودة الشرعية. أما بخصوص ما يقوله الضيف فنحن لا نتكلم إلا عن اعتصام. الاعتصام يحدث في أي مكان، في الجمهورية، في الطرقات، في أي شيء. كل ده شفناه في وول ستريت، شفناه في كل حتة. لكن هذا الاعتصام سيد حسام شكل مصاعب جمة لأهل منطقة رابعة العدوية، لأهل الميادين، يعني لساكنين في هذه المناطق. طيب المعتصمون كانوا هناك منذ فترة، طيب من يعني تركوا أشغالهم وأعمالهم، طيب هناك أطفال قد سقطوا أيضا خلال فض الاعتصامات، وهناك من يحمل عوائل هؤلاء الأطفال الذين سقطوا أيضا المسؤولية الكاملة. يعني لماذا أخذوا أطفالهم وخرجوا إلى هذه الساحات بعيدا عن بيوتهم؟ لا يا سيدي، الاعتصامات عندما تفض بأسلوب سلمي هناك طرق قانونية وطرق سلمية، ليست من طرق فض الاعتصام استهداف الرأس وخروج المخ من الجمجمة. وهذا ما توضحه الفيديوهات والصور وهي موجودة. نحن نتحدث، إذا كنت تتحدث عن مضايقة أهالي رابعة العدوية فلماذا لم يتحدثوا عن مضايقة أهالي التحرير على مدار سنتين ونصف من الاعتصام المتتالي؟ أما أن الاعتصام في رابعة إذا كان لا يخدم النظام الحالي الانقلابي اعتصاما غير سلمي، ومن قال انهم مسلحون؟ يعني ما هذه الروايه؟ ما انا استطيع ان ادعي غير ذلك. بخصوص الصحفيين الاجانب انا اتحدث عنهم لانهم ينقلون جهه محايده تعتبر او شبه محايده تنقل الحقيقه. مراسله واشنطن بوست تتحدث عن ضابط شرطه يقول لها انصرفي الان والا اطلقت عليك النار في الرجل. هذا كلام لا 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 احد يقبل فيه في العالم ان يفض اي اعتصام برصاص قناصة أبدا ولا بهذه. سيدي الفاضل، ذاكرتك ضعيفة، ذاكرتك ضعيفة أخي العزيز وانتقائية. أنا سايت ما حدث في حديقة جيزي القريبة من ميدان تقسيم في إسطنبول، أم أن رجب طيب أردوغان لأنه عضو في التنظيم الدولي لإخوان المسلمين فأنه منزه عن الخطأ، وتتحدث عن فض اعتصام وول ستريت. أنا من سكان نيويورك وحضرت وشاهدت كيف تم فض الاعتصام، وكان معي مراسلة روسيا اليوم للقناة الروسية في أمريكا، وتستطيع أن تعود إلى الشرائط والتسجيل، وهذه عملية موثقة. نعم، لم صحيح. تكن بهذا اللطف والظرف الذي تعنيه. طيب سيد أحمد، يعني لو نذهب إلى المواقف الدولية، الموقف الأمريكي حسب ما يعتبره البعض بأنه جاء متضاربا لتصريحاته القديمة، يعني اليوم الموقف الأمريكي يندد باستخدام العنف، برأيك هل ستقدم واشنطن على استخدام عصا المساعدات مرة أخرى، أم أن تهديداتها هذه سوف تلقى آذانا صاغية لدى المسؤولين المصريين؟ لا أعتقد أن المساعدات الأمريكية والمساعدات العسكرية في حد ذاتها تصلح كورقة ضغط هذه الأيام. واشنطن تعلم جيدا أنها تحقق مصالح استراتيجية جمة لا تقدر حتى بالمبلغ الزهيد 1.3 مليار دولار. ربما كان عندما تحدد هذا المبلغ في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات كان مبلغ يستطيع الجيش المصري أن يشتري به معدات كثيرة. أما اليوم فهو يعني يكفي بالكاد لشراء 4 طائرات بمستلزماتهم وليس أكثر من هذا. يستطيع الاقتصاد المصري أن يعيش والقوات المسلحة المصرية تستطيع أن تستكمل بدون المعونة الضئيلة 1.3 مليار دولار. وأنا من رأيي الشخصي وسبق أن عبرت عنه أن هذه المعونة يجب أن ترتفع إلى 5 مليار دولار لتتوافى مع التضخم الحادث في العالم كي تواجه المرحلة الاقتصادية الراهنة. طيب لو أنتقل إلى ضيفي من الرياض، سيدي كريم، يعني برأيك كيف جاءت ردود الفعل الدولية، كيف تقرؤون ردود الفعل الدولية باختصار؟ باختصار نقرأ
ردود الفعل الدولية إلى أنها محاولة لإدانة هذا العنف، هذا واضح، ومحاولة ربما لغسل ضمائرهم من هذه المذبحة. ولكننا لا بد أن نتحدث أيضا عن ردود الفعل من النظام الانقلابي نفسه، أنه يعاني تصدعات وتشققات وضحت في استقالة الدكتور البرادعي، ووضحت في عدة شهادات من هذا المعسكر نفسه. نحن نتحدث عن استخدام العنف، لا خلاف على هذا يعني عن أي منصف. طيب لو ننتقل الى نيويورك في سؤال اخير، سيد احمد برايك ما هو المطلوب الان في ظل كل هذه المعطيات لحل هذه الازمه؟ المطلوب ان يستمع الاخوان المسلمين واتباعهم الى صوت العقل ويعودوا الى بيوتهم ويعودوا لينضوا تحت لواء الوطن المصري ويعلوا مصلحه مصر فوق المصالح الضيقه للجماعه، وان يكون ولاءهم لمصر وليس للمرشد. طيب هذه فوجالة يعني في قمة التلخيص. طيب سيد حسام ضيفي من الرياض، برأيك ما هو المطلوب اليوم في ظل هذه المعطيات لحل الأزمة وإخراج البلاد من منعطف قوي ودموي؟ في ضوء هذه الثورة التي تندلع الآن في كافة المحافظات، بات الحديث عن عودة الرئيس مرسي بشرعية كاملة هو الحديث الوحيد، وتنحيه قائد الجيش الذي تسبب في هذه المجزره هو الحل الوحيد المقبول لدى اهالي القتلى واهالي الشهداء. اشكر ضيفي من نيويورك المحلل السياسي السيد احمد فتحي، ومن الرياض الناشط السياسي والكاتب الصحفي السيد حسام عبد العزيز. شكرا لضيفي الكريمين.